هاي. السينما الخارجية أو open air cinema هي سينما بالهواء الطلق مبنية على عرض الأفلام على بروجيكتور. وتاريخ الأوتدور سينماز بيعود لسنة 1916 ببرلين ألمانيا، لما المشاهدين كانوا يقعدوا على كراسي للتخييم أو حتى شراشف. أهم البريميرز بهوليوود كانت تنعرض بأوتدور سينماز بحضور النجوم، ومعظم العروض كانت مجانية. المهرجان السينمائي هو مهرجان للأفلام السينمائية القصيرة أو الطويلة أو الأفلام الروائية بمكان معين ولفترة محدودة من الزمن. تعتبر البندقية أو فينيس هي أول مدينة استضافت مهرجان للأفلام السينمائية سنة 1932، ومن بعدها موسكو بسنة 1935. سنة 2009 وبوحي كبير من المدرجات الرومانية القديمة يلي كانت مركز للفنون المنوعة بين العروض المسرحية بالشارع، الرقص والعروض الكوميدية، أسست جمعية لابوراتوار دار مهرجان الأفلام كابريولي فيلم فاستيفل، وهو المهرجان السينمائي الأول بالهواء الطلق بلبنان على مدى 3 ليالي متواصلة. على درجة جميزة ببيروت، المهرجان للأفلام القصيرة بيشجع المبادرات الفردية والحوار بين صناع الفيلم والمشاهد، وبيخلي الأفلام تكون بالشارع يعني بمتناول الجميع بشكل مجاني، ورح يكون بين 24 و 26 أيار. مين قال إنه لازم نشجع كل المبادرات يلي بتدعم صناعة السينما بلبنان؟ أنا قال بشوفكم بكرة.